ان احنا داخلين على شم النسيم غدا ان شاء الله، يعني معالي الاستاذه الدكتوره هبه سعيد استشاري التغذيه. برحب بيك يا دكتور، تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين وكل مصر بخير، ويا رب دايما ايامنا كلها اعياد. كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتور. انا خايف الكلام اللي هنقوله دلوقتي يزعل الناس اللي هي محضره الفسيخ والرنجه من دلوقتي. لا احنا هنقول الكلام وهم ياكلوا الفسيخ والرنجه برضه. طيب هنبدا مع الاصحاء اللي هم عادي ياكلوا الفسيخ والرنجه، اهم النصائح اللي ممكن تقولها لهم ايه؟ طريقه التحضير السليمه للفسيخ والرنجه، نقدر يعني نحضرها ازاي، وفي نفس الوقت يعني ايه اللي ممكن نحطه جنبها او ناكله جنبها يقلل شويه من المشاكل اللي ممكن يسببها الفسيخ تحديدا. اتفضلي. هو اهم حاجه قبل لما ناكل الفسيخ والرنجه نختاره صح، يعني ابقى جايبه الفسيخ او الرنجه او المكان موثوق منه، من مكان موثوق منه. نعم. ويا ريت ابقى جايباه قبل شم النسيم بفتره، لانه وقت شم النسيم بيكون بيعملوا عمليات تسويه سريعه، بيحطوا عليه مواد كيميائيه كتير، فطبعا بيبقى خطر جدا. صحيح. اتاكد ان السمك سليم، بمعنى انه متخزن صح، يعني مش فاسد، انسجته متماسكه، شكله كويس، لانه طبعا احنا مش هنقدر نميزه من الريحه، السمك ده من اكثر الحاجات سهله الفساد حتى لو محفوظ بالتمليح. صحيح. ده مبدئيا علشان نقي انفسنا من التسمم اللي ممكن يحصل من الفسيخ او السردين خصوصا. تمام. بعد كده انا ممكن الطرق العاديه اللي هو التنظيف الكويس، الليمون الكتير معاه، لان الليمون يعتبر مضاد حيوي طبيعي. صحيح. فانا محتاجه الليمون الكتير معاه، البصل، ممكن طريقه التحضير العاديه اللي هو بضيف له الخضروات زي الطماطم، او احط جرجير، فص جنبيه، يعني الناس اللي هي بتحب تطبخ الرنجه شويه بتحطي عليها طحينه، لكن ما افرضش في الزيوت اللي ممكن احطها، يعني ما احطش تاني زيت على الرنجه او الفسيخ، لان هو بيبقى عليه كميه دهون كفايه، او بيحتوي على كميه دهون زياده، فمش محتاج تاني ان انا احط عليه دهون من اي نوع. تمام. طيب ده بالنسبه للناس الاصحاء، الناس اللي عندهم امراض او مشاكل زي مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى القلب، يعني المرضى بشكل عام تنصحهم تقول لهم ايه؟ ومش في نفس الوقت مش عايزين نحرمهم، يعني المقدار اللي ممكن ياكلوا منه من الفسيخ تحديدا او هو يعني الفسيخ، لان سمكته بتبقى كبيره، فمقدار نص سمكيه ده كميه كويسه جدا جدا، ده انجاز في حد ذاته نص سمكيه ده يا دكتور. انجاز طبعا. يعني هي مقدار النص سمكه ده بيبقى كويس جدا. ويا ريت نختار الانواع قليله الملح، يعني طبعا في بتبقى رنجه قليله خالص في الملح كده، فدي افضل لمرضى الضغط والسكر. اما مريض القلب او الكلى طبعا ما يتناولش اي حاجه من الاسماك المملحه الا تحت اشراف طبيب، يعني لازم الدكتور اللي يقول له حالتك الصحيه تسمح انك تتناولها او لا، علشان ما ندخلش في مضاعفات خطيره. صحيح، يا رب الناس تسمع الكلام بس يا دكتور، لان انت عارفه اللمه بتبقى حلوه وكله يعني بيقول لك خليها على ربنا سبحانه وتعالى، طبعا احنا مخلينا على ربنا، ولكن لا تلقوا بانفسكم في التهلكه. يعني اهم حاجه كمان الكافيين بقى، الشاي والقهوه بعد الاكلات دي بتبقى مشكله، لان هي اوريدي عندها ملح كتير، فبترفع لنا الضغط، والشاي والقهوه هم كمان بيعلوا الضغط. فيا ريت احنا ناخد بالنا، يبقى العصائر الطبيعيه، العصائر الفريش، عصير البرتقال، عصير الليمون. صحيح. كويس انك حضرتك ذكرت المشروبات. معلش يا دكتور، عايز اتكلم على جزئيه المياه الغازيه، لان دايما متعارف عند الناس طالما في سيخ ورنجه او ملوحه او الحاجات دي كلها لازم يكون في المياه الغازيه، حتى لو المياه الغازيه اللي هي ليمون دي. هل صح ان احنا نتناول مياه غازيه مع الفسيخ والرنجه ولا خطا يا فندم؟ هي المياه الغازيه اساسا مش صحيه، لان فيها كميه صوديوم عاليه جدا. وكمان الفسيخ والرنجه دي صوديوم، فهي بترفع الضغط لوحدها. ده كده بينتقموا من المعده. كميه الصوديوم الزياده دي ممكن تخلي جسمي يطرد الكالسيوم، فعلى المدى الطويل هتعمل لي مشاكل. فطبعا هي مش صحيه خالص مع في اي وقت، وخصوصا مع الفسيخ والرنجه، لكن المشروبات الفريش اللي هي العصائر الطبيعيه دي طبعا اللي بننصح بيها طول الوقت. وطبعا تكون قليله في السكر. الخضروات والفاكهه طبعا ده شيء اساسي بعد الفسيخ والرنجه، يعني الخضروات مع الفسيخ والرنجه والفاكهه بعد كده، صح كده يا دكتور؟ ايوه تمام. نتمنى يا رب كل الناس تسمع الكلام اللي حضرتك قلتيه، وبشكر حضرتك جدا الدكتوره هبه السعيد استشاري التغذيه، زي ما ذكرت لحضرتكم الدكتوره مهم جدا ان احنا نكتر الليمون والخل اثناء تناول الفسيخ والرنجه، واللهم بلغت اللهم فشت. نتمنى يا رب السلام على حضراتكم، ويكون احتفالاتكم دائما مليئه بالفرحه والسعاده.